الجودة. هذا المصطلح الذي ظهر بوضوح عام 1990 كيوم يحتفل به العالم وتتبناه المؤسسات المختلفة لوضع ورسم استراتيجياتها الهادفة للنمو والتطور والتميز والازدهار وتشجيع الابتكار والاستدامة. هذا المصطلح ربما مارسه الآباء والأجداد على غير هذا المسمى. فالشيخ زايد رحمة الله عليه كان يخط بعصاه في الرمال فتقوم المدن والبساتين. كان قائدا للتغيير وصانعا للقادة ممن واصلوا مسيرة التقدم والتميز والاهتمام بالتعليم والتدريب والتمكين وإحداث البيئة المناسبة القادرة على الإبداع والعطاء. اليوم نفخر بما حققناه من إنجازات، ونفخر ونفاخر شعوب الدنيا، كيف لا ونحن أسعد شعب. هكذا أرادت لنا القيادة، وهكذا أردناها لنا للسير معا في دروب العز والمجد والتقدم. سعادتنا لم تأتي من فراغ، ولكنها السعادة بما تحقق من إنجازات على أرض الوطن بشكل عام وفي دبي وهيئة الصحة بشكل خاص. الآن يشرفني دعوة سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالجودة هي أصل من أصول مجتمعاتنا بعلاقاتها الإسلامية وبأصالتها العربية، وقدمت وضربت أمثلة قمة الروعة لكل العالم، وشهدنا الإنجازات، والإنجازات تتوالى. يعني وما فوز دولة الإمارات بالمركز الأول في التميز إلا نتاج كثير من الجهد، مثل ما أشار أخي محمود، يعني كان رحمة الله على الشيخ زايد يخط بعصاه في الرمال فيخطط لمدن ولدول، وقامت المشاريع وغرسوا فحصدنا، وإن شاء الله نغرس فيحصد الأجيال القادمة لما نخطط له. وما برنامج التميز، وأنا ما أقول هذا مجاملة، وإنما هو من وسائل التميز والجودة اللي خطط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وسارت الدوائر عليه، وكان له كثير من النتائج. فبعد ما كانت الجولة مجرد كلمات في كتب، أصبحت الآن منهاج عمل، ولها كثير من النتائج التي نفتخر جميعا بها. ولكن كما قال صاحب الشيخ محمد، يعني ليس للتميز خط نهاية، فكذلك ليس للجودة خط نهاية. وأتصور يعني من أهم يبني على كل ما أنجزنا، كما أننا نحن الآن نبني على كل ما أنجز سواء في هيئة الصحة أو في غيرها من مؤسساتنا. فالجودة هي بالذات في القطاع الصحي، يعني العمل الصحي لازم يمشي بالبروتوكول، وإذا ما سويت أحسن البروتوكول أيضا تخالف وتحاسب، يعني الجودة الطبية بالمرصاد. فالجودة هي منهاج عمل، فلابد من وجود مفاهيم الجودة فيها. أنا لن أطيل عليكم وما بدر المكتوب في الورقة، أرحب بضيوفنا وأتمنى للجميع أن تكون إنجازاتنا تحكي ما نريد وأكثر من شعاراتنا. يعني فدولة الإمارات تتكلم بإنجازات وما تتكلم بشعارات، وهذا النهج اللي رسمونا إياه قياداتنا الرشيدة. ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني أن نحن ننعم في دولة بأسعد شعب، بقيادة رشيدة دائما همها وشغلها الشاغل إسعاد هذا المجتمع، سواء كان مواطنين أو ضيوف لهذه الدولة. فلكم كل الشكر ولكم كل الفخر، وإن شاء الله مسيرة الإنجازات والتكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق هو منهاجنا دائما، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي على هذه الكلمة المعبرة جدا. حقيقة هو أشار بأنه لم يقرأ من الورقة، ولكني سأشير لبعض الأرقام التي تواجدت في كلمته. الإمارات الأولى عالميا في الثقة بالحكومة والاقتصاد، هذا مؤشر دائما للثقة 2014.
الإمارات الأولى عالميا في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي أو الدولي. يسعدني دعوة سعادة الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز ليلقي كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة الأخ عيسى المدور، الأخوات والأخوة المدرات التنفيذيون في هيئة الصحة، الأخوات والأخوة الموظفين والموظفات الكرام، أشكركم من القلب على هذه الدعوة الكريمة لفريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ليتحدث عن أول برنامج للتميز الحكومي في العالم. هذا البرنامج الذي أسسه في العام 97 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليحدث نقلة نوعية حقيقية في أداء وخدمات وثقافة عمل وأنظمة عمل وطريقة تفكير القطاع الحكومي في دبي، وليكون نواة لتسع برامج حكومية للتميز الحكومي في العالم في المنطقة العربية تحديدا. دبي وتقوم بدور جيد وجميل وفيها كثير من الكفاءات، وهي قادرة على أنه تصنع من دبي المركز الأول للسياحة العلاجية أو للتثقف، بدل الناس ما يروحوا على تايلاند وعلى المستشفى الأمريكي، ممكن أننا قادرين بجهودكم أن نكون في دبي هي الأساس وهي المصدر لكل هذا التفوق. أرجو أنه ما طولت عليكم، أشكركم على الدعوة الكريمة مرة ثانية وأتمنى لكم التوفيق.